فتت الحمص من الأكلات الصباحية المميزة جدا. اليوم راح نحضرها باستخدام منتجات الدرة عالية الجودة. فتت الحمص، راح استخدم حمص الدرة، رشي من الكمون، رشي من الملح، ونتركهم يغلو على النار. راح أبدأ بتحضير صلصة الطحينية بإضافة الطحينية، وراح استخدم اللبن، عصير الليمون، ورشي من الكمون، ورشي من الملح. راح أضيف سنتوم، وهالإضافة اختيارية. راح أبدأ بتحضير طبقة من الخبز المقلي، ومن بعدها راح وزع الحمص على الخبز، وممكن استخدم شوي من مية السلق. راح وزع الطحينية على الوجه، راح أضيف الخبز المقلي وزين برشي من البقدونس الناعم، الرمان الحب. راح وزع السمنة الساخنة مع الصنوبر على الوجه. صحتين وعافية.